هذا ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير نيويورك تايمز الذي يزعم أن كبار قادة الجيش مهتمون بوقف إطلاق النار بسبب نقص الأسلحة. رد بالقول إن الجيش الإسرائيلي لديه كل الوسائل ولا صحة لإنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن، وأشار إلى أنه لن يستسلم لرياح الانهزامية. مصادر مجهولة تجري إحاطة لصحيفة نيويورك تايمز اليوم ويقولون إن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها. لا أعرف من هي تلك الأطراف، لكنني هنا لأوضح الأمر بشكل لا لبس فيه. لن يحدث ذلك ولن ننهي الحرب إلا بعد أن نحقق جميع أهدافها، بما في ذلك القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن. لقد حددت القيادة السياسية هذه الأهداف للجيش الإسرائيلي، ولدى الجيش كل الوسائل لتحقيقها.